أحلى حاجة في رمضان الروحانيات والعبادات وصلاة التراويح. كل سنة وانتم طيبين. أحلى شيء برمضان لمة العيلة وتنوع المأكولات الطيبة أكيد. وكل عام وانتم بخير وينعاد عليكم الشهر. أجمل شيء برمضان لمة العيلة وقت الإفطار وأكيد التقرب إلى الله من خلال الصلوات والدعاء. رمضان كريم. طبعاً أحلى شيء في رمضان صلة الرحم وجمعة الأهل والأقارب في رمضان، وكذلك الطاعة في رمضان لما فيه من الأجر الكبير، ونسأل الله أن يتقبل منكم صيامكم وكل عام وانتم بخير. رمضان كريم. Wishing you and your family the blessings of Ramadan. رمضان مبارك. باسم إدارة فوغ كلينك حبينا نقولكم كل عام وانتم بخير ورمضان كريم عليكم.